السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد مساكم مشاهدينا الأعزاء في حلقتنا في من برنامج صحتك في رمضان، والتي سنستعرض فيه الكثير من المواضيع الطبية التي تهم المواطن وعلاقتها بالصيام ومدى تأثير الصيام عليها. طبعا وكل عام وأنتم بخير بحلول الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. في أولى حلقاتنا سنتكلم عن موضوع طبي مهم جدا، ونتلقى يعني حوله الكثير من التساؤلات من خلال المرضى، ألا وهو السكري والصيام، مرض السكري والصوم. هل يصوم مريض السكري أم لا يصوم؟ ما هي المحظورات وما هي النصائح التي يوجهها الطبيب لمريض السكري؟ أولا دعونا نتعرف عن ما هي مرض السكري، وما هي أعراضه، وكيفية التعامل معه، وما هي نسبة مرضى السكري في فلسطين، وما هي النصائح التي يعني يجب على الطبيب إسداءها للمرضى. أول شيء، مرض السكري هو مرض مزمن يصيب المريض ويؤثر على جميع أجزاء جسمه بما فيها العين والقلب والأوعية الدموية والكلى، وهي أجزاء مهمة جدا لصحة الإنسان. في فلسطين نسبة مرضى السكري في إحصائية تم عملها من قبل وزارة الصحة بال 2012، تبين أن نسبة مرضى السكري بشكل عام في فلسطين هي 10%، أي أن بما يقارب من بين 100 شخص يوجد 10 أشخاص مصابين بمرض السكري. من بين هؤلاء المرضى 95% من النوع الثاني و 5% فقط من النوع الأول. ومن المتوقع ازدياد نسبة مرض السكري في الوطن نظرا لطبيعة تغير نمط الحياة والنظام الغذائي لدى الناس، بالإضافة إلى أن معظم مرضى السكري عندنا في فلسطين لا يسيطرون على مرض السكري، وإنما يدعون المرض يسيطر عليهم بناء على الدراسات والأبحاث التي أجريت من قبل وزارة الصحة. لذلك وبقدوم شهر رمضان المبارك سوف نقدم الآن نصائح لمرضى السكري اللي من خلالها ممكن أنه يحافظوا ويسيطروا على هذا المرض، اللي ممكن إذا حافظوا عليه يجنبهم الكثير من المشاكل والأعراض اللي ممكن أنه يصيب فيها جسمهم. أول هذه النصائح هي أنه هناك الحاجة لإجراء الفحص الذاتي للسكري بوتيرة أكثر من الوتيرة في الأيام العادية بشهر رمضان، أي أن المريض السكري إذا كان يعمل الفحص الذاتي للسكر لمعرفة مستوى السكر في الدم 3 مرات في النهار في اليوم، يجب زيادة هذه الوتيرة في شهر رمضان. وإذا كان هناك زيادة أو هبوط في معدل مستوى السكر عنده في الدم عن المستوى المعهود لدى هذا المريض، فيجب استشارة طبيبه فوراً. النصيحة الثانية إنه التوقف عن الصيام فورا في حالة هبوط السكر أقل من 70، أو ازدياد معدل السكر في حال فحصه بالفحص اليومي عن ازدياده عن 300. فإذا كان الفحص اليومي أقل من 70 يجب على المريض توقف عن الصيام إذا كان هو صائم. طبعا وهناك أعراض تظهر على المريض في حال هبوط السكري مثل عدم وضوح الرؤية، التعرق، زيادة في نبضات القلب، التعب، الشعور بالتعب والرجفة والتعرق. ويعني عادة مرضى السكري يكون لديهم الإحساس بأن السكر هبط أو السكر نسبته ازدادت في الدم. ففي شهر رمضان ننصح المرضى إذا كان أجر الفحص اليومي وكان أقل من 70 أو أكثر من 300 فيجب التوقف عن الصيام والمراجعة الطبيب بشكل فوري. النصيحة الثالثة لهذا اليوم فيما يخص السكري والصيام، أنه إذا كان مريض السكري قد صام فيجب أن تكون وجبة الإفطار عدم أكلها بشكل يعني بكمية كبيرة ودفعة واحدة، يجب تقسيم وجبة الإفطار على وجبات صغيرة متباعدة، بالإضافة لوجوب فحص السكري قبل الوجبة وبعدها. النصيحة الرابعة هو الإكثار من شرب السوائل في رمضان، السوائل الصحية، وتجنب الأطعمة المالحة، وتجنب الأطعمة الدسمة، وتجنب تناول كميات كبيرة من الحلويات.
بالإضافة إنه فيما يخص مرض السكري والعين، يجب أن نذكر وننوه أن مرض السكري يؤثر على العين بشكل مباشر، وكوني طبيبة عيون يجب أن نلفت النظر في هذه الحلقة لأهمية فحص مريض السكري لعينه وشبكية العين، كون مرض السكري يؤثر على جميع أجزاء العين من الجفون وحتى شبكية العين. فأي ظهور لأي أعراض غير طبيعية مثل احمرار وانتفاخ في جفون العين، مثل غباش في الرؤية، مثل رؤية كتل سوداء أو حمراء، أو عدم وضوح في الرؤية مفاجئة، أو ازدواجية في النظر، يجب متابعة طبيب العيون فورا، لأنه قد يكون هذا مضاعف من مضاعفات السكري في العين. بالإضافة إلى أن مريض السكري وإن كان نظره سليم 100% ولا يوجد أي مشاكل بالعين، وهو مريض سكري يجب فحص دوري له لشبكية العين ولأجزاء عينه ولضغط عينه بشكل منتظم كل 6 شهور. وبهذا نكون قد أنهينا حلقتنا لليوم، نتمنى أن تكون قد استفدتم منها، أوجزنا ولكن يعني حاولنا أن تكون موجزة ومفيدة. نتمنى لكم إفطارا هنيئا وصوما مباركا، وشكرا لكم.